نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا لليوم. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امبارح في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 31 واللي بتعقد في الجزائر. وبتأتي مشاركة سيادة الرئيس في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، وأيضا استمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود العمل المشترك لصالح كل الشعوب العربية. على هامش القمة العربية التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. أكد سيادة الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين. أشار سيادة الرئيس للقمة العالمية للمناخ كوب 27 واللي هتعقد في شرم الشيخ، وقال إن مصر بتسعى للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية. تدعيماً للتضامن العربي وحرصاً على دعم وحدة الصف العربي، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً لدولة الجزائر الشقيقة، حيث يترأس سيادته وفد مصر في اجتماعات الدورة 31 من أعمال مجلس جامعة الدول العربية خلال الأول والثاني من نوفمبر لعام 2022 بالعاصمة الجزائرية. ولدى وصول سيادته للعاصمة الجزائر، كان في استقبال سيادته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار رجال الدولة في الجزائر وأعضاء السفارة المصرية. ومن المقرر أن تشهد الدورة 31 من أعمال القمة بحث العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملفات الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومجمل التحديات التي تواجه الوطن العربي. وعقب وصول سيادته، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية في الجزائر. طيب، امبارح كمان كان في اخبار واحداث كتيره، منها الجوله التفقديه اللي عملها السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينه شرم الشيخ لمتابعه التجهيزات والاستعدادات النهائيه لعقد مؤتمر المناخ. ونفت الحكومة كمان الشائعات اللي ترددت حوالين تراجع دولة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الجولة التفقدية اللي عملها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة شرم الشيخ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لعقد الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 بمدينة السلام. وخلال جولته تابع رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به ضمن خطة التطوير والتشجير والإنارة وتنسيق الموقع العام اللي بتخضع له ميادين المدينة تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ.
كمان رئيس الوزراء تفقد أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات، واللي بتتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية في مجالات التصدي لظاهرة التغيرات المناخية. ده غير تخصيص مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخي، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية بتضم العديد من منظمات المجتمع المدني اللي هتشارك في فعاليات المؤتمر. امبارح حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ على الاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة. وتفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير اللي شهدتها المستشفى بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والأسطرة وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية. وكمان اطمن دكتور مدبولي على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى. امبارح برضو تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدد من المشروعات الفندقية استعداداً لانطلاق مؤتمر المناخ COP27 والاستيعاب حركة السياحة الوفدة خلال الفترة المقبلة. وقال مدبولي إن الدولة حريصة على تنشيط حركة السياحة الوفدة لمصر خلال هذه المرحلة، وده انطلاقاً من المقاومات اللي بتسخر بها المدن السياحية في مصر. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء. المركز قال إنه الكلام ده غير صحيح، وإن أعمال التطوير مستمرة في قطاع التعليم بشمال سيناء وبتأتي على رأس أولويات وزارة التعليم، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي من أبرزها افتتاح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف، واللي بيتم تنظيمها لأول مرة في الغربية. في الشرقية تم تنفيذ 17,000 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك. أما في أسوان فتم تدشين أول مركزين لتغذية الأطفال والإرشاد الوراثي بالمجان، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها افتتاح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف، واللي بيتم تنظيمها لأول مرة في محافظة الغربية. في أسوان تم تدشين العيادات المجانية لتغذية الأطفال والإرشاد الوراثي مجاناً بمستشفى دراو المركزي ومكتب رعاية ثاني بمدينة أسوان. العيادات دي بتستهدف الحد من انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال، وخاصة مع انتشار زواج الأقارب بمختلف أنحاء المحافظة. في المنوفية استقبل المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر مكتبه بالديوان العام، وده على هامش حضور فعاليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة المنوفية ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية بتنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل محافظات الجمهورية. في الإسكندرية أعلن المحافظ اللواء محمد الشريف الانتهاء بنسبة 80% من خطة الرصف بالشوارع المستهدفة بنطاق حي وسط، وقال إن خطة الرصف السنة دي استهدفت 29 شارع حيوي وبتخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق حي وسط. في البحيرة تم الإعلان عن تنفيذ 429 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى، وده خلال الفترة من 2018 ولحد دلوقتي، وبلغت تكلفة أعمال المرافق حوالي 1,300,000,000 جنيه. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة انتعاش في حركة البالون بتحليق 35 رحلة على متنها حوالي 700 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعية الخلابة في الأقصر. في الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح وراب تنفيذ 17,835 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك. المشروعات دي اتكلفت أكتر من 2,937,000,000 جنيه ووفرت 53,000 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. في قنا شهد المحافظ اللواء أشرف الداوودي إطلاق مبادرة تحدث معه. المبادرة دي بتستهدف مناقشة القضايا المهمة لبناء كيان قوي وداعم للأسرة المصرية وتقديم أهم المعلومات اللي بتساعد في تمكين الأسرة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية. في الجيزة تابع المحافظ اللواء أحمد راشد جهود رفع كفاءة الطرق في المحافظة وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة وأوسيم والبدرشين، وده في إطار جهود تحسين الحركة المرورية.